الحمد لله على ساعات الذكر لله وفي الله ومن أجل الله على شؤون وحي الله ومسائل شرق الله وأحكام دينه التي بعث بها حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهداه وقد وفقنا الله تبارك وتعالى للمجيء إلى هذه الرحاب الطاهرة. جزا الله تعالى خير الجزاء سماحة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية وأخذ بيدي والسادة الأعضاء في هذا الدائرة دائرة الفتوى لهذه البلد وسددهم وأسعدهم وأيدهم وكان لهم عونا وأجر لهم وعلى أيديهم الخير الكثير لهذه الأمة المحمدية. كنت في المجلس مع سيدي الوالد الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ودار بينكم الكلام عن شؤون هذه الفتوى وعظمتها وأمانتها وما يجب أن يكون المفتي فيها عليه وما يجب أن يتحلى به في ذلك المقام الشريف والمنصب المنيف الذي حدث عنه السابقون وقال إن المفتي موقع عن الله جل جلاله. فعظمت المسألة في الشأن مع كون المفتي يختلف عن القاضي فإن القاضي ملزم ولكن ذلك لا يخرج المفتي عن نيابته عن الحق ورسوله وعن وساطته بين الخلق وخالقهم جل جلاله وتعالى في علاه، فهو محل الأمانة ومحل البلاغ لهذه المهمة العظيمة التي كان يذكر عنها بعض سادتنا التابعين ويقول إني أدركت قوما يعني من الصحابة أن يسأل أحدهم فيتكلم وهو يرد يعني من الفرق والقلق والخوف في المسألة يضطرب هيبة للكلام عن حكم الله تبارك وتعالى. وهكذا ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المجموع شرح المهذب فقد خصص فصلا عجيبا لباب الفتوى وآداب المفتي والمستفتي وما ذكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كان ما يستفهم أحدهم عن حديث إن إلا ود أن أخاه كفاه روايته ولا يستفتى في مسألة إلا ود أن أخاه كفاه فيها قال وإن أحدهم ليسأل فيرجع هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول عليهم رضوان الله. هذا الرعيل الأول الذين تلبوا شان هذه الرسالة مباشرة من صاحب الرسالة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضعوا لنا اللبنة الأولى في كيفية حماية هذه الرسالة وحفظ هذه الرسالة والقيام بحق هذه الرسالة والفتوى في شؤون هذه الرسالة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا كان الباقي منهم يقول إن أجسر الناس على الفتوى أقلهم علما وأجسر وأسرع إلى أن يقول ولأن يفتي. فالمسألة دارت على أساس عظيم في شان التوقيع عن الله كما ذكرنا وأشرنا ودخول هذا المفتي بين الخلق وخالقهم جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا كان كما تعلمون أو تفهمون سادتنا من التابعين وتابع التابعين من بعدي على هيبة لدوات في تعظيم هذا المجال وبتعظيمهم عظم الدين وأهل الدين في قلوب الخلائق وفي قلوب عامة الشعوب في أزمناتهم وأوقاتهم في دائرته. ولو أن أهل العلم صانهم ولو عظموه في الصدور لعظمهم وصاروا معظمين بسببه ولو عظموه في الصدور لعظم ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. كانت هذه الهيبة لدين الله سرت سرايتها إلى الخلق فيما بينهم فكان الدين محل الهيبة حتى
صار الحكام في أزمنتهم يتدلفون إلى كثير من أهل العلم ويحبون الاستناد إلى أقوالهم وإلى ما يكون منهم، وعلمائهم وصلحاء علمائهم يفرون كانوا منهم، وكانوا مع ذلك يؤدون الأمانة في شؤون هذه المهمة التي هي حصن من الحصون وثغر من ثغور الإسلام تقفون عليه ويقف عليه المخلصون من أهل مجالكم هذا في شرق الأرض وغربها، وإليهم ترجع المسؤولية الكبيرة فيما يدور بين الناس من كل من بقي عنده خيط اتصال بالدين وأدنى مخافة لله تبارك وتعالى يصدر منهم كل المخالفات الشريعة أو اعتداء بعضهم على بعض. لا شك أن لأهل هذا المجال لأهل العلم في ذلك دخل وفي ذلك سببية من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، بل انتهى الأمر في زمننا إلى أن التجني والعجل واستعمال الفتوى لأجل الأغراض والمقاصد ومهما تصورت إن كانت دنيئة في حد ذاتها أو تصور أن فيها نصرة للدين أو ما إلى ذلك، ولكن بجهالة بعدم إدراك وعمق في الفهم وإرجاع المسؤولية التي كان يتحدث عنها بعض التابعين ويقول إذا سئلت عن مسألة فقبل أن تفتي اعرض نفسك على الجنة والنار ثم أجب تكلم وانظر كيف نجاتك كيف تنجو انظر نجاتك تكلم بعد ذلك. فلكل ذلك وصل الحد في زماننا إلى أن كثيرا من خصوصا مما يرتكب باسم الدين إلى حد سفك الدماء وما قبل ذلك من أنواع الاعتداء يرجع إلى فتاوى إلى فتاوى. كيف إلى فتاوى؟ بل الكثير منهم شباب هذه الأمة المغرر بهم ما يقدم على تقول هذول فتوى، ما يقدم على العمل عمل يرى أنه هو يريد الخير ويريد الحق مغرر به مسكين يريد نصرة الدين فيحملوا له سمع يتصل بالمفتيهم الفلاني المفتيهم الفلاني وعلى ضوء الفتوى يدخل المسجد ويفجر، على ضوء الفتوى يفعل ما يفعل من هذه التصرفات الغريبة لكنها على ضوء فتوى. فبغض النظر أن هؤلاء أفتوا على غير بصيرة وعلى غير علم، لكن بقي في وازع الأمة وضمير الأمة رجوع إلى الفتوى، ولما تسلم هؤلاء الشباب بحماسهم لهؤلاء الذين لا علم لهم على الحقيقة ولا قدم لهم ولا رسوخ في العلم. كل ذلك عائد لأنه عندنا تقصير في احتواء شبابنا احتواء عامتنا، إذا رأوا أن الذين ينتسبون إلى الفتوى لا يكفونهم ثقة ولا يكفونهم قدوة ولا يكفونهم لإشباع رغباتهم في الوجهة إلى الدين، مالوا بعد ذلك إلى المفتي الآخر ومفتي الآخر حتى يصلوا إلى توهم أن هؤلاء المفتين هم الذين يدافعون عن الدين وهم الذين ينصرون شرع الله تبارك وهم الذين، والواقع عكس ذلك تماما. لكن لو وسع المجال لاحتوائهم من قبل الذين هم أهل ومن بدايتهم ونشأتهم، وإن كان هناك من يتصيد هؤلاء الشباب وحماسهم ويصرفهم من البداية عن أهل العلم وعن أهل الرسوخ، إلا أنه إذا عمرت هذه الميادين بأهلها وعلى وجهها فستصد كثيرا من الشر والضر الذي يصيب الأمة وينازلهم من شرور هذه الفتاوى الغريبة، وإن كانت مسألة حتى في أقاويل أهل العلم أنفسهم والقوم المعتبرين نحن فيها على ميزان، ذلك الميزان لا نستطيع أن نحط من قدره من هم أهل العلم والفتوى من الأئمة الماضين عليهم رضوان الله في المذاهب الأربعة التي صارت مظهر أهل السنة، وإن لم يحصل الله العلم والإجتهاد في سادتنا الأئمة الأربعة، ولكن جعل الله تبارك وتعالى حفظ الكليات لأصول الدين ولكيفية الاستنباط قائم على أيديهم وحفظت مذهبهم في الأمة، ولم يظهر بين أهل السنة والجماعة من خدم في اجتهاده ونظره للشريعة
بالشمول والعموم غير هؤلاء الأربعة، وكل مجتهد في زمانهم وقبل زمانهم وبعدهم ما حصل أن وثق شؤون اجتهاده وقيمة على الوجه الذي بسطه، وبعد ذلك سبحان الله استوعبوا المعاني حتى لا يكون مجتهد في زمانهم ولا بعد زمانهم إلا واجتهاداته وما ينتهي إليه من فتاوى من درجة تحت ما انتهوا إليه من تأصيل الأصول في شؤون فقه الشريعة المطهرة وكيفية الاستنباط منها. فكأن الله أيهم باستيعاب الأمر والتجديد دين الأمة فيما يتعلق بأحكام الشريعة المطهرة، فبرز أولئك الأكياس. تبقان يقول سيدنا الإمام أبو حنيفة عليه رضي الله تعالى: لولا الفرج من الله أن يضيع العلم ما أفتيت، ما بكلم أحد ولا بقول عندي سؤال. وهكذا يقول بعضهم أن الإمام مالك رضي الله عنه إني أراه، الإمام أحمد بن حنبل إني أراه يسأل فيقول لا أدري، قال في مسائل هو يعرف أقاويل فيها، يعرف أقاويل فيها ولكن يرى أن المجال ليس مجال فصل في القضاء فيها فيقول لا أدري ويتوقف. وهكذا كان يقول يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى، وسفيان يقول من فاته لا أدري، أو من أخطأ لا أدري، فقد أصيبت مقاتله، فقد أصيبت مقاتله. وبهذا جاءنا عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه يسأل عن 48 مسألة فأجاب عن 6، وقال في 32 الله أعلم الله أعلم الله أعلم. إمام دار الهجرة شيخ سيدنا الإمام الشافعي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الحال والنظر إلى العلم والفتوى فيه يجب أن يحيا ويتجدد في الأمة من جديد، ويجب أن يقوم ومن غير مشك أن أرباب الصدق والإخلاص مع الله سيرجع الله إليهم قلوب المخلصين من الأمة في كل وقت جادا فيه بانتهاء الفتن ودفع الضر عن الأمة، تنعطف القلوب على أهل الصدق والإخلاص ويكون المرجع إليهم إذا صدقوا وأخلصوا مع الله وثبتوا على ما هم عليه، تنساب القلوب إليهم وترجع، لأن الله تعالى إنما جعله كالعقاب، كالعقاب للإهمال والترك ولعدم القيام بالأمر، يظهر التفات القلوب إلى الشاذين وإلى من يخرج عن السبيل القويم في الفتوى وما إلى ذلك، أشبه بالعقاب لتكسير القلوب. فإذا قاموا وعمروا هذه الميادين والمجالات بحقها كما ينبغي عادت القلوب إليهم ورجع الناس إليهم فضلا من الله تعالى، هذا سنته سبحانه وتعالى في شؤون الخلائق وتسييرها وتقديرها جل جلاله وتعالى في علاه على المستوى العام والخاص. على المستوى العام شأن الرسل صلى الله عليه وسلم ما يتون به عن الله، الاستنكار لما يتون به منتشر بمختلف أنواع الاستنكار والاستغراب عند الطوائف، هذه وهذه يصدقون يخلصون ويثبتون وما ترى إلا والعاقبة والمصير المرجع. ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة رب على بني إسرائيل بماذا؟ لا بمجرد ما عدوا من قوة، وكان مجالها ضعيف في ذاك الوقت أمام سلطنة فرعون، ويحدث لهم سيدنا موسى معسكراته في تقاوم فرعون، كان المجال في هذا ضعيف ولا يقدرون عليه بما صبروا. تمت كلمة رب العالمين بما صبروا، وبعدين المقابل لما دمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم، ما قالوا دمروا دمرنا، الله يقول أنا دمرت، هم قاموا معي وأنا الذي دمرت، هذا الصعب الشديد الشائك أمامهم أنا دمرت، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم ما كانوا يعرفون. ويقول قبلها في الآية عن قوم فرعون هؤلاء لما نكثوا في العهد، فلا يقول سبحانه وتعالى يحفظون الآية قبل عند هذا قبلها بقليل، يقول أنتم أجمل أرزلناكم على بني إسرائيل فلما كسبنا عنهم بك زي لاجب وإذا هم ينكثون فانتقمهم. الانتقام جاء بالنكث بعد إعطاء الفرصة للبيان وعدم الرجوع، يجي الانتقام من الله تعالى مختلف الطوائف الشادة والمخالفة، إذا أعطيناهم الفرصة وبينا قلنا يبغوا الأمر كذا والمسألة كذا والدليل كذا المرجع إلى كذا، تقوى الله خير لنا وأحسن، اصبر واثبت على ذلك. إذا تمادوا في غيهم وتغيرهم بأي طريقة فانتقمنا منهم، تجي سموهم منك أنت، تجي من فوق تجي فانتقمنا منهم،
فغرقناهم باليم. نص ما سبب هذا؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لا أنهم قصروا في إعدادهم ولا استعدادهم ولا في تكملة جيشهم أبدا. غرقهم ورحم بما كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون المشاكل مغاربها التي باركت وأورث القوم الذين كانوا يستضعفون المشاكل المغاربة التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فنصرهم الله. هؤلاء قال بما صبروا وهؤلاء قال بما كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذلك هذه الشؤون العظيمة فيما أوصلكم الله إليه. والحمد لله أنتم في وضع ومملكة وتستطيعون فيها أن تقيموا أمر الله وتحسنوا البيان. لا يسفوقكم سيف إرغام من سلطة على أن تقولوا ولا أن تتركوا ولا تفعلوا، وتستطيعون رضا ربكم جل جلاله وتعالى في علاه وخدمة الدين من خلال هذا المجال. والحمد لله تبارك وتعالى هي الله تعالى من المسؤولين عليكم من يفرح بصدقكم وإخلاصكم وإقامتكم بأمر الله كما ينبغي. وهكذا كان في من قبلكم من ذلك مثل إلى مثل الشيخ نوح سلمان عليه رحمة الله تعالى، نوح سلمان القضاء عليه رحمة الله تبارك عليه، ومواقفه سواء أمام كبار المسلمين من أكبر رجل في الدولة إلى غيرها ما حظيت إلا بالتقدير، وحظيت بأن بطونهم أو بواتينهم حملت للشيخ إكبار وتقدير لما رأوا من صدقة، ما رأوا من ورع، ما رأوا من إخلاص وما إلى ذلك. الحمد لله. مع ذلك كما ذكركم الحديث المشهور، فرع من فروع أهل السنة والجماعة في الوقت اللي تشتتت في أذهان الناس وأفكار الناس هنا وهناك، وأنتم في هذا المجال مفسوح لكم جدا بكمل حريتكم، تنصروا الحق وتنصروا وجه الشريعة على وجهها وتنقذوا الناس وتسهموا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه الآن في الأمة، والتدارك ما يمكن أيضا تداركه من خلال هذه الفتاوى والقيام بها على وجه المرضي الطيب الكامل، وهو الوقت الذي إذن يحتاج فيه أرباب هذا السير من أتباع هذه المذاهب أهل السنة والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن يقوم التواصل بينهم والتعاون لرأب الصدع، ولأن الذي وقع على الأمة شيء كبير فيما يتعلق بالفتوى والتجري عليها والظهور بها ممن هب وممن دب أمر كثير، واستئجار الكثير أيضا من قبل بعض الاتجاهات ومن قبل بعض لأن يكون القول الفلاني ولأن يضرب المظهر الفلاني واقع في الأمة وأحدث فيها شرخ كثير في جانب علائق الخلق بدينهم وبإيمانهم وبنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بعض شؤونه ساهمت في مع العوامل الأخرى إلى أن يفكر في الإلحاد من يفكر من أبناء الأمة وأبناء المسلمين، وأن يتركوا الدين من أصله ما دام جرعوه بدا الصورة ظهر بكذا وظهر هنا بكذا وظهر فيه التخاصم على غير وجه دول مدرفين يروح وثقبه مدة وشاب بعدين اللي وقف موقف خلاه يعرف أن الرجال له حول الدين وله حول هكذا، فرجع معاد شك في الرجال شك في الدين كله وشك في الإسلام والشريعة هذه كلها. فهذا الذي نحن وياه سنة كذا ويقول كذا ويقول يوم في اليوم في بين العشية وضحاها ينقلب ويقلب الترس كله ويقول كذا ويقول كذا. فساهم هذا مع العوامل الأخرى إلى وقوع عدد من شبابنا في الإلحاد والإضلال وفي ترك الدين وخروج الدين كله. فالتعاون اليوم بين أهل العلم خصوصا منهم هذا الجانب الكبير في الأمة جانب أهل السنة، وإذا قلنا جانب أهل السنة وثقنا بأن بقية الفئات لن تجد إلا ما يدلها أو يسكنها عن شرها أو يسد الثغرات أمامها أو لا يساعد على أن تغلو أو أن تبالغ في عتوها وما ذلك، لأن ميزان السنة يقيم أهل هذا الميزان. غير أهل السنة إذا تحرك أو إذا تصرف يعرف يتصرف في غاياته التي تقصد عن قصد وجه الله تبارك وتعالى وعن مراعاة المصلحة العامة للأمة. حتى جاء عن سيدنا الإمام الشافعي سئل عن مسألة سكت ساكت، قيل له بيا مالك تسكت،
قال اصبر حتى ادري الخير في الجواب وفي السكوت. منذ العراء قربي من ربي وحالي في الجوب ولا اسكت عن هذا الشخص في هذا الموقف عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يتحرك منزلته عند الله تبارك وتعالى، وما الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى في هذا الحال وفي هذا المقام. بهذه الصورة العظيمة جاء أيضا معاني في الترتيبات من وجود المرجعيات إلى الحدود التي تسمعون عنها في القرون الأولى، يقال لا يفتى ومالك بالمدينة. بمعنى أن مهما وجدت الوثائق ينبغي أن يرجع الناس إلى كبرائهم وإلى عظمائهم وأن يعرضوا الأمر عليهم وأن يتشاوروا فيه. لهذا كان يقول من التابعين إن 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 أحدكم يفتي في المسألة لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر. قال لو عمر بن الخطاب سئل عنها ما بيفتي فيه. الأمير الذي يفرق منه الشيطان، بل يفرق من ظله، مع دمينه من ظله يفرق الشيطان، ومع ذلك يقول إنه لو سئل عن مثل هذه المسألة بيجمع أهل بدر يستشيرهم فيها، ما بيجوب من عنده. لأن عمر بن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهكذا، وسيرته هذه معروفة، مسيرة الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله الذين أمرنا باتباع سنتهم، حتى كان يجمعهم لمسائل كثيرة، وحتى جمعهم مرات من أجل إرث الجد والأخوة. وفي آخر مرة اجتمعوا بينما هم يتناقشون سقطت حية من السقف وقاموا واشتغلوا بقتلها. قال أبى الله أن تجتمعوا في الإخوة والجد والأخوة على شيء، يعني تبقى مسائل كلها لها مرجعيتها اتركوها على ما هي عليه، يعني التي ما يتأتى الإجماع فيها من خلال اختلاف الأدلة، فتبقى الله أرادها كذلك. ولو أراد أن ينص على كل مسألة بل في القرآن نفسه أو في السنة نص عليها ما عاد حد يقدر يتكلم، لكن الله جعل النصوص بهذه الصورة ليبقى دور الأصفية في الأمة من الذين يستنبطون، يبقى دورهم في هذا الاستنباط على هذه المسائل، فأبقاها بهذه الصورة. جاء الكتاب وجاء السنة بهذه الصورة، فيها ما يحتمل المعاني وفيها الناسخ والمنسوخ، وفيها بعد ذلك ما هو مسكوت عنه يبنى على ما تكلم فيه من قبل الحق ومن قبل رسوله، ويخرج الاستنباط. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر في الآية هذا مرادهم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. قال لعلموه، مش كل واحد بيعلم، أهل الآلة الاستنباطية، أهل القدرة والكفاءة هم اللي بيستنبطون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعاب على الصحابة أن يتكلموا في أي مسألة كلام عام ومطلق، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يذعبت. قال هذا أسلوب غير مرضي عند الله عز وجل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. على أن من المسائل ما ينبغي أن يكون في 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 دائرة اختيار الألفاظ، ومنه ما ينبغي أن يكون في دائرة خصوصية. أراد سيدنا عمر بن الخطاب أن يتكلم عن بعض الشؤون متعلقة بالخلافة، وكان في الحج، فكان كبار الصحابة معه قال لا يا ميمون ما تكلم بهذا في الحج، يسمعون عنك الكلمة جمهور الحجاج فلا يعرفونها لا يعرفونها، ويذهبون بها ويقتلون بها كل مطار، ويصبر حتى تعود المدينة فيها المهاجرون والأنصار وخواص الصحابة تكلم معه واخدب فيهم، فأنهم يعون عنك ما تقول ويحفظونه ويقيمونهم في مطار. وسيدنا عمر خذ بالنصيحة وما خاف في هذه المسألة في عرفة ولا في منى، ولما رجع للمدينة جمع الناس في المسجد النبوي وقام يتكلم فيه، يقول لا يأتي أحدهم يقول إن عمر أخذها كذا، وإنما كان ولا إن بيعتها ببكر كان فلت الأمر كذا وكذا وكذا، وخذ يوضح لهم حتى، ولكن عندهم يفقهون ويعون الأمر ويدركونه وهكذا. وبكل ذلك علمنا ما يحيط المفتي من أمانة وهمة ونيات واهتمام ومهمة هو فيها في ثغر من ثغور الإسلام، يبني للناس حصن يرد عنهم أمر يتطاول إليه النفوس والأهواء وشياطين الإنس والجن. لو قدروا يدخلوا من هذا الباب كلهم يحبون النفوس من هذا الباب، لأنه يصيب الأمة في ظهرها، يصيب الأمة في أمر خطير فيها. فلهذا القيام فيها على الوجه المحمود ثغر من ثغور الإسلام يحميه هذا القائم بالوصف الحسن، ويسد عن الأمة شر كثير من شياطين الإنس والجن ومن الأهواء ومن النفوس، ويؤدي أمانة الله بينه وبين الله تبارك وتعالى.
تسلم الأمة من أنواع ذلك الفساد والشر الذي يصيب الأمة. كان يقول سيدنا الشافعي يقول ما رأيت الله تعالى أعطى أحدا في الكفاف يبوه في آلة الفتية مثل سفيان بن عيينة وما رأيت أسكت منه. سفيان قال ما رأيت، قال ما رأيت أحد يعطي قوة وقدرة وجمع له آلة في الفتية مثله وما رأيت أسكت منه. أكثر ما يكون سكوته عن الفتوى وهو المؤهل الأكثر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وهكذا ومضوا على غزل السبيل العلا قدما على قدم بجد أو زعي ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم بسل وتتبعي. الحمد لله هي لكم السبيل ويسر لكم الأمر وتستطيعون تخدموا الشريعة المطهرة والدين والأمة كلها من خلال موقفكم هذا وموقفكم هذا. والله يؤيدكم ويزيدكم خيرا وبركة وتوفيقكم بيد المفتي والرعاة سبحانه وتعالى المسؤولين عن هذه الدوائر الدينية في هذه الدولة ويلهمهم رشدهم في حركاتهم وسكناتهم ويزيدهم توفيقا لما يحبه ويرضاه جل جلاله ومن به نصرة الحق والهدى ودين الأمة وحماية الأمة من أنواع الشرور ظاهرا وباطنا وأخذ بيد أحبابنا هؤلاء في هذه الدائرة التي نسر بزيارتها وزيارتها واجب من الواجبات علينا ونفرح بذلك ونفخر بأن نجد هؤلاء الأخوان من الألباء والعقلاء والحكماء والعلماء الذين يحبون النهوض بأنفسهم وبالأمة في أداء هذه الأمانة العظيمة. فنفخر بذلك ونسر بذلك. زادكم الله شرفا وكرامة وغرا وتجعلنا وإياكم من خواص الصادقين مع المفين بعهده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومهنيكم إذن بزيارة الحبيب علي المشهور في هذا السن جابه الله إليكم بسبب وبآخر حتى يكون معكم وقد من أيام طفولته هو يشاهد وجوه منيرة تذكر بالله تبارك وتعالى. كذا كذا وجه ممن لم يترك قيام الليل من صغره إلى وقت وفاته كان يشاهدهم في كل يوم ويحضر معهم في المجالس ويتربى على خدمة الدين والشريعة وقام بالخدمة من أيام والأيام شبابه في تريمه في حضرموت إلى مرت الظروف الصعبة أيام الشيوعية عندنا في حضرموت وأيام اختطاف والدهم وأيام تهديدهم له في البيت وتفتيشهم للبيت ووضعهم للمسدس في رقبته إلى غير ذلك من الوسائل اللي كانوا يستعملونها. ثبت في هذه المدة كلها وقام مع المخلصين الصادقين في خدمة هذا الدين وهذا الرسالة وجابه الله إليكم اليوم اجتمعنا وإياكم الحمد لله على كل ذلك وزادكم الله زيادة وأرانا وأسمعنا فيكم ما يسر قلب الحبيب العظام صلى الله عليه وسلم وما بريد تنالون الفخر والعز الأشرف في الدنيا وفي الآخرة. وأصلح لكم شؤون الباطنة والظاهرة والحمد لله.